بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد البر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذه الأخت أم سارة تقول بأن زوجي قبل وفاته وفي العام الماضي أوصى بربع ماله صدقة جارية، حيث أوصى أحد أولاده الكبار والثقات، فهل نلتزم بذلك وما هي شروط الوصية في مثل هذه الحالة؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي من بعده بالثلث من ماله، فأقل الثلث، الربع، السدس، وأعلى حد هو الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ويكون ذلك في سبيل الخير وفي أعمال البر من بعد، ليجري عليه نفعه. هذا سنة، وهو صدقة تصدق الله بها على عباده. وأما ما ذكرته السائلة من أن ميتهم أوصى بالربع، فهذا المقدار مسموح به شرعا، ولكن لا بد من توثيقه في المحكمة الشرعية. إذا كان فيه وثيقة شرعية فإنها يذهب بها إلى القاضي ليصادق عليها. وإن لم يكن هناك وثيقة وإنما هي وصية شفهية من الميت قبل موته، فلا بد من وجود شاهدين عدلين يشهدان بذلك عند القاضي، فيثبت هذه الوصية ويخرج بها صكا شرعيا. المهم لا بد من توثيقها عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الله له جملة من الأسئلة في هذا البرنامج. يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن صلاة الليل جماعة، فنحن مجموعة من الزملاء بيننا دورية، ونخصص يوم الاثنين والخميس لصلاة الليل جماعة في غير رمضان. صلاة الليل مشروعة ومستحبة، وأفضل التطوع، أفضل صلاة التطوع صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولكنها لا تشرع جماعة دائما إلا في رمضان. وأما ما عدا رمضان فلا يشرع لها الجماعة الدائمة والملازمة. لكن لو صادف في بعض الأحيان أن اتفق اثنان فأكثر في مكان وصلوا جماعة صلاة الليل، فلا بأس به، كما فعل سلمان مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما لما زاره. أما أن يرتب هذا في كل ليلة فهذا بدعة. نعم. يقول أبو عبد الله: يا شيخ، هل المداومة على الاستغفار معناه الانقطاع عن القرآن والمطالعة للعلوم النافعة، وما فضل ذلك؟ مأجورين. المسلم لا ينقطع إلى شيء ويترك الأشياء الأخرى من ما شرعه الله سبحانه وتعالى، بل يجمع بين هذا وهذا، يجعل للاستغفار وقتا، ويجعل لقراءة القرآن وقتا، ويجعل لمذاكرة العلم وقتا آخر، فيوزع وقته بين هذه الأمور، ويجعل من وقته لطلب الرزق، طلب المعيشة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للسواك، هل له وقت معين، وهل هو خاص بيوم الجمعة فقط؟ السواك سنة مؤكدة لما فيه من الخير والنفع والأجر. قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب سبحانه وتعالى. هو سنة مؤكدة، ويستاك عند الحاجة،
الإشتات عند الحاجة، إذا تغيرت رائحة فمه أو قام من النوم أو إذا أراد الوضوء أو أراد الصلاة، تأكد في هذه الأحوال، وفيما عداها فهو مستحب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ إبراهيم ألف ألف يقول: ما حكم الشراء والبيع في الذهب، وما الضابط فيه، وما رأيكم في استخدام البطاقات التي بدأت في وقتنا الحاضر كالفيزا والماستر كارد في البيع والشراء مأجورين؟ البيع الذهب والفضة والعملات لا بأس به، لكن إذا كانت العملة من جنس واحد فلا بد من أمرين: إذا بيع بعضهما ببعض وهما من جنس واحد، لا بد أولا من التساوي في المقدار فلا يفضل بعضهما على بعض، ولا بد أيضا من التقابض في المجلس. أما إذا اختلف الجنس، كان باع دراهم سعودية بنقود أجنبية من دولة أخرى، اختلف مصدر العملة من دولة إلى دولة، فلا بأس بالتفاضل، لكن يبقى التقابض في المجلس. هذا بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة أو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد مع التقابض، لا بد من التساوي في المقدار. وأما ما ذكره من صرف البطاقة فهذا شيء يحتاج إلى نظر وإلى تفصيل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل نون ألف ميم: في أحد الأيام أردت السفر، وذلك عند وقت صلاة العصر، حيث صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في البيت، ثم سافرت من ذلك اليوم. يا أخي، القصر والجمع ومن رخص السفر، لكن بعدما تشرع في السفر. أما ما دمت في البيت أو في البلد فإنك لا تزال في حكم المقيمين، فلا تجمع ولا تقصر، وإنما تصلي تماما كل صلاة في وقتها. إنما يبدأ القصر والجمع ورخص السفر عندما تخرج من البلد ومن عامر البلد. فإذا كنت جمعت وقصرت وأنت في بيتك فإنك تعيد الصلاة التي صليتها قصرا، وتعيد الصلاة التي جمعتها مع الأخرى قبل أن تبدأ بالسفر. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم عبد المجيد ذكرت في سؤالها بأنها امرأة بلغت سن اليأس 55 من العمر، تقول: وكانت الدورة الشهرية تأتيها منتظمة أسبوع كل شهر، أما الآن بسبب انقطاع الدورة عندها فتأتيها تقول 3 أيام ثم تنقطع لمدة أسبوع ثم تعاودها مرة أخرى، ماذا تفعل من أجل الصلوات والصيام مأجورين؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحيض ينتهي، أن سن الحيض ينتهي بخمسين سنة، فإذا بلغت المرأة 50 من عمرها فإنه قد انقطع حيضها، فإن أتاها دم بعد ذلك فإنه دم فساد ودم نزيف لا تترك من أجله الصلاة. نعم، تقول بأنها حلفت على فعل أمر ما ثم عادت ففعلته ولم تكفر، ماذا يلزمها؟ إذا حلف الإنسان على ترك شيء ثم فعله ذاكرا مختارا ليمينه مختارا فإنه تجب عليه الكفارة، لأنها يمين منعقدة على أمر المستقبل وقد خالفها فتجب عليه الكفارة. نعم، تذكر الأخت السائلة الأخت أم عبد المجيد وتقول بأن زوجها يحب أحد الأولاد أكثر من الآخرين، وأحيانا لا يستطيع أن يخفي هذا الحب عن بقية إخوانه، فهل عليه شيء؟ يقول: هل أنا غير عادل؟ نعم، إذا أظهرت ذلك أمام إخوانه فهذا لا يجوز. أما كونك تحبه في قلبك ولا يظهر ذلك أمام إخوانه أو تخصه بشيء دونهم وإنما هو شيء في قلبك، فهذا لا تملكه ولا تؤاخذ عليه. أما إذا ظهر ذلك وأظهرته أمام إخوانه وخصصته بشيء دونهم فهذا لا يجوز. نعم، أبو عبد الله من القصيم له مجموعة من الأسئلة أرسل للبرنامج، يسأل ويقول: يوم الحج الأكبر هل هو يوم عرفة أو يوم النحر،
وأيهما أفضل في الدعاء؟ يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، سمي الحج الأكبر لأنه تؤدى في مناسك الحج من رمي جمرة العقبة ولبس الهدي لحلق الرأس أو التقصير والطواف والسعي، المناسك الأربعة تؤدى في يوم النحر أو ما بعده، لكن قبله لا تؤدى، لذلك سمي يوم الحج الأكبر. وأما الدعاء فالدعاء في يوم عرفة أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم. يقول السائل: يا شيخ، متى يتطيب المحرم؟ هل هو قبل الدخول في النسك؟ ولو تطيب بعد الإحرام ماذا يلزمه؟ التطيب يكون قبل الدخول في النسك، يغتسل ويزيل ما يحتاج إلى إزالته من الشعور التي يشرع إزالتها كقص الشارب وإزالة شعر الأباط وإزالة شعر العانة، كل ما يحتاج إلى أخذه ويتأذى ببقائه من هذه الأمور، كذلك قص الأظافر الطويلة، كل هذه يفعلها قبل الإحرام، ويتطيب قبل الإحرام في بدنه، يطيب بدنه فقط ولا يطيب ثياب الإحرام. أما إذا تطيب بعد الإحرام متعمدا وعالما أن التطيب لا يجوز للمحرم، فإنه يكون عليه الفدية: إطعام 6 مساكين بكل مسكين نصف ساعة، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة على التخيير. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ علي ألف ألف من جدة يقول: أنا على وشك الزواج وأريد أن أخطب، فما حكم النظر إلى المخطوبة؟ وما هي الأشياء التي يراها في مخطوبته؟ وما الضابط في هذا؟ مأجورين. نعم، يؤمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، إما بأن يختبئ لها بحيث لا تدري عنه، ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها كالنظر إلى وجهها وكفها، أو أن يكون ذلك عن اتفاق، يحضر هو وهي في مكان مع وليهما، ينظر إلى ما يرغبه فيها كالنظر إلى وجهها والنظر إلى كفيها، هذا رخصة رخص الله بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب بأن ينظر إلى مخطوبته، لأن ذلك أدعى بالرغبة وأن يؤدم بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على وجوب الحجاب، فإنه ما رخص الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها إلا مسألة الخطبة. نعم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ ويقول: هل يحاسب الإنسان على وساوس النفس التي تراوده بين الفينة والأخرى وتأتيه في بقية حياته؟ الوساوس لا يؤاخذ عليها الإنسان ما دامت في النفس ولم يتكلم بها ولم يعمل بها، إنها لا تضره، ولكن عليه أن يعالجها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبذكر الله عز وجل، وأيضا يترك العمل بها ولا يلتفت إليها. نعم. يسأل يا شيخ هذا السائل عن حكم الصلاة الجهرية سرا إذا كان الإنسان وحده. لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يجهر في الليل، الأفضل أن يجهر في صلاة الليل، سواء كان إماما أو منفردا، سواء كان إماما أو منفردا، إلا إذا تأذى بجهره أحد من جواره من يصلي أو يذكر الله أو يقرأ القرآن، فإذا تأذى أحد بجهره إنه لا يجهر. أما إذا لم يترتب عليه أذية لأحد فالمستحب في الليل أن يجهر. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، هل تعتبر أذكار الصباح والمساء بعد الفجر والمغرب مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أفيدونا بذلك؟ الذكر في أدبار الصلوات مشروع، تهليلات العشر بعد الفجر بعد المغرب مشروعة، ويشرع الجهر بها بعد الصلاة، هي مستحبة ومتأكدة، وهي بهذا اللفظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يكررها 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد المغرب. وفي سائر الصلوات يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره
الكافرون. نعم. الأخت أم صالح لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ بسؤالها الأول عن المرأة: هل لها أن تأخذ منع الحيض لتصوم مع الناس في رمضان، وما رأيكم بهذا؟ مأجورين. يباح لها أن تأخذ ما يمنع عنها الحيض لأجل أن تصوم في رمضان إذا كان هذا لا يضر بصحتها، ما إذا كان يضر بصحتها فإنه لا يجوز، وإذا كان لا يضر بصحتها فلا بأس، لكن الأفضل تركه، وأن تترك العادة تأتي وتفطر من أجلها وتقضي من أيام أخرى. نعم. تقول الأخت السائلة: في وقتنا الحاضر وأسمع من بعض الأخوات كثيرا من تهافت النساء على تفسير الرؤى والأحلام والاتصال عن أي حلم رأيناه، فما رأيكم في وقتنا الحاضر بهذا؟ مأجورين. هذه الظاهرة هو الانشغال بالرؤى والأحلام، هذه ظاهرة غير مرغوبة، والأحلام تختلف، منها ما هو من الشيطان، ومنها ما هو حديث نفس، ومنها ما هو رؤيا حق، ولكن الانشغال بها وسؤال الناس عنها وهي قد لا تكون ذات أهمية، وإنما هي أضغاث أحلام أو هي من الشيطان، هذا لا ينبغي للمسلم أن يدخل فيه ولا أن يهتم به. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر الأسئلة للأخت أم صالح تقول: فضيلة الشيخ، ما أحسن الكتب الذي تقتنيه المرأة المسلمة للتزود من العلم الشرعي؟ أحسن الكتب كتاب الله عز وجل، تفسيره، تفسير الصحيح من تفاسير أهل العلم المعروفين بالعلم والثقة، كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحة وشروحها من أهل العلم، وكذلك كتب الفقه المعروفة وكتب العربية والنحو، هذه الكتب وهذه الفنون مع ما يطلع ذلك من معرفة أصول التفسير، مصطلح الحديث، أصول الفقه، لكن هذه الأمور لا يأخذها الإنسان من الكتب وعلى نفسه، وإنما يأخذها عن العلماء الذين يعرفونها ويشرحونها لطالب العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو حسين يقول: ما هو المباح شيخ في تقسيط السيارات والأثاث؟ المباح هو الموافق للشرع، من بيع الأثاث أو السيارات أو المواشي أو غير ذلك من السلع، فلا بأس أن يشتريها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، لا بأس بذلك، ولكن لازم من الضوابط الشرعية، لأن البيع له 7 شروط معروفة لا بد أن تتوفر في كل بيع. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل أيضا يقول: ما معنى حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير؟ معناه أنهم سالمون من الحقد ومن الغل، وأن قلوبهم تشتمل على النصيحة والنظافة والنزاهة لإخوانهم المسلمين. نعم. من أسئلة السائل الأخيرة في هذه الرسالة يقول: ما هو العمل وما هي الأدعية التي تنجي من عذاب القبر الذي دل عليه الكتاب والسنة؟ عذاب القبر حق، وقد تواترت به الأدلة في الكتاب والسنة، وإثباته هو مذهب أهل السنة والجماعة، ونفيه هو مذهب المبتدعة، فهو حق وثابت، وله أسباب من الأعمال السيئة، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتنزه من البول، وذكر منها النميمة بين الناس، وأشياء يعذب عليها الإنسان في قبره. المسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ويترك الأسباب التي تسبب له عذاب القبر. أخيرا نختم هذه الحلقة بسؤال للأخ أبو بشار يقول: كيف أصل أصدقاء والدي ووالدتي تطبيقا لحديث إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه؟ نعم، تصلهم بما تيسر من السلام عليهم وزيارتهم والهدية لهم وإعانتهم إذا كانوا محتاجين. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم